دي بتدعي كمان في مقالات ريبورتاجات كثيره، يعني اقربها فاكر في الاخبار وريبورتاج في الكواكب، ان هي وهي طالبه في المعهد وانا عميد المعهد سقطتها في التمثيل. شوفي بقى الراي العام لما هذه النجمه دلوقتي اللي كل اسبوع تاخد جايزه وتاخد وسام، انا سقطتها في التمثيل، ان استغليت انني عميد وسقطت البنت الغلبانه دي في التمثيل وهي هذه الممثله العظيمه. هذه ايضا كذبه بشعه. ما ممكن تكون بعض زي ما بيحصل افتراءات في الجرائد او حاجه؟ لا 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 لا، ده ريبورتاجات كامله، ده سين وجيم كده. فاصل الحكايه دي ايه؟ انها في سنه ثالثه معهد. انا كنت بدرس لها نظريات اخراج، كورس نظري. نظري، كورس النظري ده يعني اخر السنه يمتحنوا فيه باوراق بارقام سريه. أيوة. ويروح كنترول وانا صحح رقم سري، لا اعرف ده بتاع صفاء ولا ده بتاع الهام ولا ده بتاع محمود. ايوه. يبقى اذا انا بريء من ان سقطت، انما سقطت تمثيل عمل. انا كنت رئيس لجنه التحكيم ونجحت بتقدير عالي ايضا. انما لان اعمال السنه بتاعتها سقطت فيها، واعمال السنه بتشكل 40% من الدرجه، كانت النتيجه العامه سقط، لان 60% عملي و40% اعمال سنه. فلما اتجمعوا الاثنين سقطت. بالاضافه لهذا كانت سقطه في ثلاث مواد كمان، في تاريخ دراما، سقطه في حرفيه التلفزيون، سقطه في نظريات الاخراج اللي هو الكورس النظري اللي انا كنت بدرسه لك. والمكياج بقى امتحان مكياج ما راحتوش اصلا. طب مش عايزين نسقطها ازاي؟ خمس علوم منهم تمثيل عملي ونظريات اخراج وحرفيه تلفزيون وتاريخ دراما ومكياج ما راحتوش اصلا. طب تنجح ازاي يعني؟ تتهمني انا انني استغليت كوني عميد وسقطتها في التمثيل. شوفي المشكله يعني. شوفي الافتراء. فانا يعني انا في ساعه الصفاء هذه بقول كلمه واحده، بقول عيب. والله يا استاذ جلال انا بعرف العيب كويس قوي، والله انا ما بفتري، والله العظيم ثلاثه حضرتك سقطتني وفي التمثيل. ولو اساسا النسبه بتاعه اعمال السنه ما تخلينيش ان انا لو دخلت الامتحان ادخل الامتحان مهما جبت درجات عاليه واسقط، اساسا مش هيدخلوني الامتحان، لان احنا في عندنا نسبه حضور وغياب بناخد عليها اعمال سنه. لو نسبه الحضور والغياب دي ليها نسبه معينه 75%، انا ما حققتش 75% اساسا ما ادخلش الامتحان. يبقى ساعتها لو انا ما دخلتش الامتحان وبسقط في التمثيل، دي ماده انا ما امتحنتهاش. لكن طبعا الدليل ان انا محققه نسبه كويسه انه قبلوني ان انا ادخل الامتحان. لكن انا سقطت في الامتحان نفسه، في امتحان التمثيل. وبعدين هو مش شرف ليا ان انا اقول هذا الكلام، يعني هو مش شيء جميل ان انا يعني ابقى ممثله ونجمه وزي ما بيقول الاستاذ جلال كل اسبوع باخد جايزه وكل اسبوع باخد وسام، وبعدين اقول على نفسي ان انا سقطت في التمثيل. الحقيقه ان فعلا انا سقطت، واللي كنت ساقطه فيه التمثيل ونظريات اخراج اللي هي كان مدرسها لي الاستاذ جلال، لكن لا تاريخ الدراما ولا مكياج كمان قالها ولا حكايه المكياج. انا ما رحتش، ما حصلش. ساعه صفا. يعني نفسي اقول كلمه في اخر البرنامج. في كل مجال مش في الفن بس ممكن يحصل بعض يعني المضايقات، المشاحنات، سوء فهم لمواقف، واحنا في برنامجنا ساعه صفا بنتمنى ان الحلقه القادمه تكون مفاجأة للجماهير. وانت معروف ان انت قلبك ابيض دايما وصافي، والاستاذ جلال برضو اللي خرج اجيال كتيرة واستاذ لشباب كتير وفنانين كتير، برضو يكون عنده هذا الصفاء ونجمعكم في برنامج ساعة صفا. انتوا الاثنين تتصافوا وتقولوا كلمة حلوة، لانه انتوا فنانين كبار وانت نجمة كبيرة وهو نجم مسرحي واستاذ كبير معروف استاذ جلال الشرقاوي، وانتوا الاثنين كلنا احنا السبق اللي هنبقى بيه سعداء جدا انكم تلتقوا مع بعض في ساعه صفا في برنامجنا. نسمع منك كلمه قبل ما نختم البرنامج. والله انا بشكرك جدا يا مدام صفاء، وبشكرك على هذه الامانه اللي يمكن
في برامج اخرى او في قنوات اخرى غير الاي ار تي، يمكن يعتبروا ان ده سبق بالنسبه لهم ان في مخرج استاذ كبير يطلع يشتم نجمه او يتكلم عنها بشكل يعني في تجريح. لكن الجميل جدا ان انتوا ما دام سمحتوا ان انتوا تذيعوا ده فلازم تسمعوا الرد، فدي امانه الحقيقه تحترم. وانا بشكرك وبشكر اسره البرنامج ومخرج البرنامج الاستاذ عمر زهران وقناه الاي ار تي حقيقي يعني من قلبي على هذه الامانه، يعني فعلا شيء جميل. وبالنسبه للاستاذ جلال انا هكون مرحبه، وانا الحقيقه قبل ما اسمع هذا الكلام يعني تصورت ان انا لو قابلت الاستاذ جلال في اي مكان كنا هنسلم على بعض واحنا ناسيين. ورغم كل هذا الكلام ايضا انا برضو لو قابلت الاستاذ جلال في اي حته ده استاذي وانا بحترمه وهسلم عليه وهقول له حتى لو انت شايف اي شيء ما عجبكش في كلامي وانت بتقول لعيب، فانا بقول لك استاذ جلال انا بحترمك، ولو اي حاجه انا قلتها ما عجبتكش فانا بقول لك سامحني فيها، انا لا اقصدك في شيء معين لكن انا عايزه اوضح وجهه نظري حتى لا يساء فهمي، لان جمهوري من حقه انه يعرف صوره الهام شاهين بشكل صح. فما فيش داعي ان حضرتك تيجي تشوهها لانك ناسي او مش متذكر قوي الديتيلز، فانا حضرتك افتكرت حاجات وانا صلحت لك حاجات، لكن يعني عفى الله عما سلف خلاص.